14 نور بالحق غيرهم ملنا 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 14 نور بالحق غيرهم ملنا بالمصطفى وفاطمة وحامل حمل ملنا والحسن وحسين عنهم لا تظن ملنا ملنا زين العباد الذي شرع نهج جدة وباقر علوم النبي بحر الكرم جدة جعفر الصادق مثلهم للعهد جدة من كاظم الغيظ اكسب يا الموالي علم علم كاظم الغيظ اكسب يا الموالي علم والرضا وابن الجواد اصبحوا نار بعلم والهادي والعسكري للدين رفعوا علم العلم ظل ينتظر جف الذي ينشري راعي غايب وهجري للقلب ينشري والله والله لو وقت الفرج ينشري نشريه برواحنا وأولادنا وأملنا.
إجماع الروايات أن الذي يلي غسل صاحب الزمان وتكفينه والصلاة عليه ودفنه هو حضرة سيد الشهداء صلوات الله عليه. ولكن الرواية التي تلوتها البارحة تقول ويدفنه في حفرته، في حفرة الحسين، تقول حتى يقضي للحسين صلوات الله وسلامه عليه الأرض ويظهر له الآيات فيسجد له كل شيء، وبعد ذلك ينظر بعيون الحسين وتجري دموعه فيموت بلوعة المصاب ولصة الاكتئاب. حزن على حسين، حزن كل همه التهيئة والتمهيد لحضرة سيد الشهداء. يعانقه الحسين عليه السلام ويشمه طويلا، وبعد ذلك يرحل إمام الزمان المتولي لقبض روحه عشق الحسين صلوات الله، هو المصرح لدعاء المذبح حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. يقول أول عمل يصنعه حضرة صاحب الزمان في كربلاء يخطب الناس ويضجون بالبكاء، فلا يسمع صوت المولى لكثرة الضجيج، ولا يسمع صوت المولى لكثرة النياح، وهو يقول ما زلنا مظلومين منذ أن قبض جد رسول الله. ويتوجه بعد هذه الكلمة إلى قبر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، كعبته وحنينه وسهره ودموعه بدل الدموع دما، فيكشف التراب عن وجهه، وأول من يخرج المحسن وأول من يخرج عبد الله صلى الله عليه وآله، فيرفعه ويقول يا أهل العالم ما ذنب هذا الطفل حتى يذبح من الوريد إلى الوريد. ويقوم سيد الشهداء محزوز الرأس، وأول شيء يصنع أنه يعانق ولده الحجة بن الحسن فيبكيها طويلا ويقول ولدي المهدي، إلى الآن ولدي المهدي، أين صبر يعقوب على ولده ولقائه لولده؟ نحن لا نستطيع أن نعقل أن إمام الزمان 1200 سنة شغله لأبكين عليه بدل الدموع كل لحظة. ينتهي سيره حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. هذا أفهمه، لكن الذي لا تفهمه العقول أنه ما بيستطيع يفارق حسين حتى بالحفرة التي كان فيها جسد الحسين، لا يمكن أن يفارقها صاحب الزمان، فتكون قبراً له، فتكون قبراً له. حبيبي، أحب وجود لحضرة سيد الشهداء وحضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه، لا بالدنيا بظاهر الدموع بدل الدموع عندما فارقوا، ولا في القبر، ما اختار قبر حتى يشم فيها ريح الحسين، وكأنه اللحم الذي ينشر تلك الروح، والحقيقة التي تنشر وجودها وليس شيئا غيره. هذه خصوصية لحضرة صاحب الزمان، حب حسين، حب. حتى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين كان لهم جميعا قبور إلا حضرة صاحب الزمان، فإن قبره لا يمكن أن يرتضي غير قبر سيد الشهداء. وإن له في كربلاء لأمر عظيم، لأمر عظيم.
الصلاة والسلام عليك، عليك يا الصلاة والسلام عليك، عليك يا الصلاة والسلام عليك، عليك يا سيدي، عليك يا عليك يا سيدي، عليك يا سيد الأولين والآخرين. سبحان الله، سبحان الله، سبحان أدعوك في جوف الليالي والدموع سواكب، فاصفح إلهي عن ذنوبي، إني عبد مذنب. اغفر إلهي ما مضى من البلايا، نجنا فالعمر منا انقضى، فرج إلهي كربنا. اشتركوا
صدورنا ثبت إلهي.